احنا كجمعيه كانت تنتمي للمشوار فاس الجديد خدينا على العاتق ديالنا اننا نحاربوا هذا الوباء من الوهله الاولى منين بدا هذا الوباء، وحنا كنحاربوه بطريقه التعقيم. كنا في باب القصر وكنا باب القرويين وكنا كنعقموا جميع الحومه ديالنا كل نهار، واليوم كنتفاجئوا بان كاينه حاله بوزيتيف هنا في الحومه. قمنا بالتعقيم البارح، اليوم كاين حالات ايجابيه وحده اخرى. يعني كنا نقوموا بعمليه تعقيم كل نهار حتى يهز الله هذا الوباء ديالو علينا. حنا بمساعده السيد القائد نتاع الملحقه الاداريه المشوار فاس الجديد كنقوموا بهذه الحمله نتاع البلابل لمحاربه هذا الوباء داخل المشوار فاس الجديد، وكنتمناو من الله يرفع علينا هذا الوباء. حنا مع الساكنه يعني نقوموا كل يوم بعمليه تعقيم، والله ينصر سيدنا والله يرفع علينا هذا الوباء. بغينا نعطيكم الصرغه التحليله نديروها كاملين لهاد الدرب، راه كنا كاملين كنا في الكنازه سلمنا على المراه، دابا اللي مريضه ما عرفناش راسنا شنو فينا، رحنا مخلوقين الدرب كله. حنا براسنا كنا جالسين حتى قالوا لنا المراه راها مريضه وخرجات وما فهمنا شي، درنا التحليله الحمد لله اللي مريض راه داو، واللي مسكين اللي ما قيص ما والو الحمد لله راه بقينا جالسين هنايا. تنشكروا لجمعيه البلابل مدينه فاس فاس جديد.